أسعدكم أخواتنا وأخواننا الأعزاء، أخوكم بشير. ونحن في الكوميونتي أو الجروب بتاع الواتساب بتاع ماماس هاوس حابين إنه في كل لحظة في كل دقيقة يكون في حاجة في الجدول، أي واحد عاوز يشارك يقدر يشارك فيها. فعشان كده عملنا الجروب الرسمي بتاع ماماس هاوس فيه ملخص الجدول. بعد كده في جروبات، في جروب مثلا للناس اللي عاوزه التلاوه، في جروب بالنسبه للناس اللي عندها الاولاد او بناتها في المدرسه بتاعت الويكند، في ناس بتاع الى البزنس اللي عاوزين يعملوا اللونز والمايكرو لونز والكريدت يونيون والى اخره. اليوم هنضيف جروبين. الجروب الاول غالبا حيكون لفئه الشباب، وكلنا الحمد لله شباب ان شاء الله. فئه الشباب اللي عندهم ما يسمى بالفن الابداعي، كريتيف ارتس. كريتيف ارتس اليوم بتشمل انه اولادنا في الهاي سكول وفي الجامعات، والسن الاكبر من كده برضه في عدد منهم بيجوا يوتيوبرز في يوتيوب، في الانستغرام، عندهم الاف المشاهدات. احنا ذاتنا ابهات وامهات بكره ما عارفين اولادنا دول بيسووا شنو. عندنا بقى الناس الديجيتال ارتس، الناس اللي قرت الديجيتال ماركتنج والادوبي وبيرسموا رسومات والى اخره، يعني موهبه عجيبه جدا ما شاء الله. في ناس من الناحيه الفنيه عندهم الاصوات بيغنوا مثلا، في ناس عندهم ادوات موسيقيه مثلا بيقدروا يغنوا بها، واحدين بيقولوا دي جيز. فاحنا حابين انه نجيب المظله دي، نقرب اولادنا مننا ونشجعهم ونحفزهم ان شاء الله تحت الضوابط طبعا الشرعيه ان شاء الله، برضه اللي بيكونوا تحت عيننا ومعانا في قدامنا بنقدر نشجعهم ونقف معاهم ونساعدهم، وذاتهم يفيدونا بالعلم والموهبه حقتهم العجيبه دي يعني، عشان تكون شنو شركه. فاحنا في ماما هاوس ان شاء الله هنعمل الجروب ده وواقفين معاه 100%، وربنا يحيي ويوفق ان شاء الله. طيب نيجي بعد كده في المجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه هي مجموعه صيام يوم عاشوراء. يوم عاشوراء طبعا الاسبوع الجاي ما متاكد، الاربعاء والخميس ان شاء الله، ده من احب 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 الايام من الله سبحانه وتعالى. بدليل لو جيت لله سبحانه وتعالى وعندك جميع الذنوب في العالم وصمت بس اليوم ده يوم عاشوراء، غفر الله لك اي ذنب ارتكبته في اليوم ده. خلونا نعدل العباره دي، مش اليوم ده، لو صمت يوم عاشوراء اي حاجه ارتكبتها الشهر كله ربنا بيغفر لك. خلونا نعدل العباره، اي ذنب ارتكبته السنه اللي فاتت دي كلها، شفتوا عاشوراء ده العاشوراء اللي قبله بتاع السنه اللي فاتت ربنا بيغفر لك. طيب الموضوع ده معناته شنو؟ معناته كانه ربنا بيقول لك كل سنه لو انت صمت يوم عاشوراء انا بمسح لك السنه اللي قبلها، ولو استمريت على صيام يوم عاشوراء كان تجي يوم القيامه ما عندك ولا ذنب. يعني ربنا بيحب ده اليوم الله سبحانه وتعالى نجى فيه سيدنا موسى و700 الف من المسلمين من بني اسرائيل من فرعون وملئه، زي ما تقال القصه المشهوره في القران طبعا والى اخره. فعشان كده حابين نصوم اليوم ده، بس عندنا مشكله واحده، لو ما في فطور ما في زول حيصوم. انا شخصيا لو اخواتي بيطلبوا لي فطور بصوم، يعني لو ما في فطور ما حنصوم. فعشان كده عملنا الجروب ده، عاوزين طبعا في كثير من الرجال بيقول لك احنا بنطبخ، الرجال لا بيعرف يطبخ لا كلام فاضي. فعاوزين اخواتنا زي ما عملت في الرحمتات، الرحمتات كميه من الشباب، انا قال الصغار بس اكيد حتى من اصحابنا الكبار في الثلاثينات والاربعينات كانوا بيسووا الرحمتات ده، يعني شنو فجو اتبسطوا بس شديد جدا في رمضان، لانه انتم ما شاء الله جزاكم الله خير، كل زول شارك وكل زول جاب صحن وكل زول كده، فاحييتوا عندنا كلمه رحمتات دي بقت حاجه كده السنه الجايه منتظرنا. فنفس الشيء يوم عاشوراء من اعظم السنن، عاوزين نحيي سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، دي اجر عظيم جدا. وسبحان الله حتى المريض يعني ما زول ما يقول انا ما بقدر اجي، لا تعال، حتى لو مريض حتى لو ما صايم انا عندي عذر ما قادر اصوم، بالعكس من فطر صايما فله اجره. يعني ليلة لو واحد ما صايم جاب تمره بس اداه لاخته ولا اخوه الصايمين ديل بياخذ اجر صيام كامل، وان شاء الله تغفر له جميع ذنوب السنه اللي فاتت. فعاوزين كل واحد يشارك، الصايم الما صايم، اللي بيقدر ياكل ما بيقدر ياكل. فبس عاوزين جروب عشان نضمن انه يكون في عدد كافي من الناس جايين ان شاء الله، وفي نفس الوقت الاكل ما يكون كثير خالص يقوم يضيع وترمي، وفي نفس الوقت ما يكون بسيط عشان يقصر. فالله يجزيكم الخير ان شاء الله في المشاركتين، بالمشاركه في جروب الفن الابداعي الكرييتيف ارتس، نقدر ندخل اولاد وبنات في الجروب ده ان شاء الله عشان نقدر يستثمروا في النشاطات حقاتهم والتالنتس حقاتهم، وفي نفس الوقت جروب صيام يوم عاشوراء الله يجزيكم كل خير ان شاء الله مؤقتا. جروب ناس في جروبات كثيره، فاول ما يتم يوم عاشوراء بنمسح الجروب ده، يعني في جروب حيخف من عندكم ان شاء الله. جزاكم الله كل خير.